السلام عليكم يا احلى المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. جيت معكم بفيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى ان شاء الله اللي شاف هذا الفيديو ما تنسوش تبارطاجيوه مع الخوت والحباب، وديروا اختكم جيم، واللي مازال ما مابونيش يتابونا فضلا وليس امرا. خوتي انا مسافره وبغيت ندي معايا الخوت ديالي والحباب ديالي حتى هما يفوجوا مع راسهم. كما كتشوفوا دابا راه العشيه وحنا شادين زعما شادي الطريق، وقلت علاش ما نشاركش معايا الخوت ديالي. غادي ان شاء الله نمشي واحد المدينه ان شاء الله اللي مزيونه، دابا نشاركها معاكم. كاينه تما واحد الدار وغادي نمشيو لها ان شاء الله، ندوزو فيها شي ايام ديال فاكاسيونيس. قلت علاش ما نشاركش معاكم. وخليكم معايا اخوتي، دابا حنا دخلنا لساراكوسا. الا كتسمعوا ساراكوسا راه هي قريبه كدوزو بينا بعيده شويه علينا، حنا كنسكنو ببرشلونه، حنا دابا مشينا لساراكوسا. تبارك الله البلاصه اللي غادي نمشيو لها راه غادي نمشيو في الطريق 12 ساعه، ودزنا من ساراكوسا غنتعشاو هنايا ونرتاحوا شويه ونكملوا الطريق. يلا خليكم معايا، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم مدينه ساراكوسا. واخا الضو والليل ما تيبانش مزيان، ولكن ضروري قلت نشارك مع اخوتي مدينه ساراكوسا. هادو هما الاثارات اللي كاينين فيها هنايا، وهذا هو المدينه الكبيره غزاله. تبارك الله عجبتني، شوفوا هنا هاد الواجهه، هاد الواد اللي تحت هنا عامر بالماء، وكاينين الاثارات في كانون المغاربه شحال هذا. وخليكم مع الفيديو. يلا اخوتي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم، واللي ما مابونيش يتابونا فضلا وليس امرا. دابا 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 قبل ما تكملوا الفيديو. يلا اخوتي يلا يلا يلا. كتشوفوا اخوتي مدينه ساراكوسا مزيونه تبارك الله، وفينا مناظر غزالين فيها هاد الساحه هادي اللي كيجيو لها كاع السياح. اللي جا لساراكوسا وما جاش هاد البلاصه راه بحال ما جا حتى شي حاجه.
كما كتشوفوا هنا راه وليدات هما الدار، ودابا نضربوا دويره هنايا ونشربوا شي حاجه ونشدوا الطريق. بقاو معايا، انا غادي نشد الطريق دابا شويه ان شاء الله. ودابا خوتي رانا شدينا الطريق، دابا راه تقريبا الوحده د الليل وغادي نشدي الطريق، ونتمنى ان شاء الله طريق السلامه لكاع الانسان اللي غادي يشد الطريق. نتمنى لي ان شاء الله طريق السلامه، والله يوصلكم على خير. هنا كنوريكم راه باقا 6 سوايع باش نوصل ان شاء الله. يلا اخوتي بقاو مع الفيديو. وهنا يا اخوتي راه حنا كنفطروا، وانا راه كان تقريبا 8 ديال الصباح كنفطروا، خدينا التشرو والقهوه كما كتقولوا الدراري، عاود خداو العصير. وهنا حنا كنفطروا اخوتي، هنا كاين هاد الاثارات قدام، وهنا راه جدينا الطريق ديالنا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الفيديو هذا، والى عجبكم ما تنساوش ديروا اختكم جيب. وهنا تبارك الله خوتي، شوفوا الضبابه، شوفوا الضبابه هانتما في برشلونه. خلينا الصاد 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 حتى 39 40. وهنا يا خوتي هنا هي 7 تحت 0، 17 تحت الصفر. هنا كاين البرد وكاين الضبابه خوتي، هنا قربنا ندخلوا هاد المدينه اللي حنا غاديين فيها، ولكن سبحان الله غادي نشوفوا خوتي الضبابه 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 والبرد. والحمد لله على كل حال. او خوتي زعما تقاولوا لنا واحد تقاول اليوم داكشي، نسينا ما جبناش كيسحب لنا راس الصهد بحال تما، وجبنا شي الحوايج ديالنا، جايبين حوايج الصيف. ودابا خوتي خصنا نقلبوا باش نشوفوا البنيه نشتريوا الحوايج البرد. يا لا خوتي اللي بغى يتبرد يجي معنا لهاد المدينه الزوينه ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، وحنا غادي ندخلوا لها ان شاء الله ونقول لكم اشنو سميت المدينه. يلا بقاو معايا اخوتي، نتمنى يعجبكم الفيديو. يلا اخوتي بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. ونتمنى يعجبكم هاد الفيلا، راه شدينا تبارك الله في واحد المونطانيا في الجبل غزاله.